اختلف رمضان بحالة الحرب، صار يعني صعب كتير، ما بتقدر تعيش نفس الحالة اللي بتعيشها ببلدك بأثناء السلم. بحال السلم كنا كل العائلة مجتمعة ببيت واحد، وفي حالة يسر يعني ميسر الأمور. هلا برمضان هذا اللي نحن فيه بحالة الحرب، يعني عم نعاني من بعض شغلات اللي هي الواحد مثلا بعيد عن عائلته. عائلتي طلعت قبل مني بشهرين ونص، بس وصلت لفترة انعدمت الحياة هونيك، ما عاد في مواد غذائية، ما عاد في قهوة، مي، دخان، أي شيء. يعني بعد الشهرين ونص البلد صارت شبه فاضية من السكان. يعني كل يوم نحن بنفيق ونحن بعدنا بخير عيد، بس بنتمنى تكون هدية العيد لكل الناس حين. هدية العيد لكل الناس حين هي عودتهم على قراهم وبيوتهم، هذه أكبر هدية بالعيد، وهذا العيدنا الحقيقي. يعني حاليا بهيك ظرف إن نرجع على بيتنا وعلى بلدنا.